وانا قلت قبل كده جميل المحترمة بتاع الزمالك فوق دماغي، الالترس المحترم فوق دماغي، شوية تعال الصايع اللي جات حدف الدوب يوم الزمالك خد الكاس الاسبوع اللي فات، حدف الدوب على النادي، ما اعتقدش ان جمهور الزمالك دول بلطجية. وانا مش موضوع بس ما بقتلش، انا راجل قانون، اللي هيجي حلق له شعره هلقع هدومه واسلمه لابوه عريان مرض، ما عنديش هزار، ده نادي محترم، تحب النادي بتاعك احترمه، مش تيجي تحدف لي طوب وتعور الناس وتدوها الكاس واخد بطوله وتقول لي انت جمهور الزمالك، لا انت بلطجي ولا الالترس الحقيقي، قولي رافضين هذا الاسلوب. قال لك لو دخل طارق السعيد على بستنا ولا كان ليهم قيمه ولا ليهم لازمه ولا الكلام ده يهز شعره من راسه.